رجعنا من بعد الفاصل، نرحب في ضيفنا العزيز محمد السادم حلل الخالد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله. هلا فيك. بالبداية راح أدخل معاك هجومي، بس قبل لا أدخل هجومي، أنا أعرف عنك أو المعلومات اللي وصلت أنك شخصية شفافة وصريح، مع أنك مقل في الظهور الإعلامي. نعم. البداية، اليوم مجلس بلدي معرض إلى الاتهامات أن مجلس يعطل مشاريع، ما هو ردك على هذا الموضوع؟ أول شيء مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور، وحي المشاهدين الكرام. أخوي العزيز، الكلام وايد يقال، نعم، لكن اليوم تبي إنجاز. نعم. والإنجاز ولله الحمد موجود. وين؟ بالمجلس. أنتوا صار لكم فترة طويلة ما انعقدتوا. لا، شوفوا أخوي العزيز، إحنا موجب القانون الجديد، نعم، اللي ترشح لمجلس الأمة يعتبر مستقيل. أوكي. فكان في تقريبا وفود خارجية مسبقة. أوكي. الإخوان استقالوا، فما كان عندنا نصاب، وفي ارتباطات خارجية. والان اليوم الحمد لله اجتمعنا واخلينا مقاعد الخمسه اعضاء. حلو. احنا ونستمر ب 11 عضو. يعني احنا طبعا عندنا اسئله كثيره استاذنا، لكن خلونا نطلع مشاهدينا هذا التقرير ونرجع نتابع ويا ضيفنا مهلهل الخالد. ردينا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير الجميل ان نرجع ويا ضيفنا. سؤالي طبعا يقول لك، شنو رايك وتقييمك لاداء المجلس، وهل انت راضي عنه او لا؟ بكل صراحه. والله لازم الناس، مو انا اللي اقول، انا عن نفسي الحمد لله اقدم تقارير سنويه ارفعها لسمو الامير وسمو ولي العهد. وبالفتره الماضيه هل كنت راضي عنها؟ نعم الحمد لله. جميل. طيب انا الحين برجع لك شويه لموضوع خلو المقاعد الخمسه، وامس قررته رسميا. اي نعم. اول يوم؟ يوم نعم. قررته رسميا انه خلاص والمجلس باقي؟ نعم. او هناك حل؟ لا باقي ان شاء الله. حسب القانون انه خلاص ال11 راح يكملون لغايه نعم. نهايه المجلس. نعم. نعم. طيب بنتقل معاك الى موضوع اخر يتعلق اليوم عن الجلسه اللي صارت امس، او اول موافقه او القانون اللي وصلتوه الى الهيئه العامه للرعايه السكنيه، وهي موضوع خيطان. نعم. قطع 3 وقطع 4. نعم. شو الاجراءات اللي تمت عليه؟ هل هو رسميا استلموه الهيئه العامه؟ اليوم تم الموافقه بتسليم الموقع او الارض. نعم. لرعايه سكنيه. زين، ليش الفتره اللي طافت طول هالفتره هذه ما كان في يعني ما كان في انعق يعني سوري تم انعقاد جلسات الفتره اللي طافت كلها؟ لا، احنا سوينا جلسات غير عاديه. حلو. يعني انجزنا فيها، بس ك ك ك خلو مقاعد كانت في محضر رقم 16 ما نقدر ندخله لانه تم معلق. قلت لك قبل شوي ان كانوا الاخوان عندهم ارتباطات خارج الكويت. نعم. بوفود رسميه. فاحنا عندنا كل اسبوعين جلسه. نعم. فتصادف هل بهالوقت ان يكون الاخوان خارج الكويت. يعني نفهم كانت بهدف ضمان استكمال الجلسه. شلون؟ يعني نفهم من كلامك انه كان الهدف لضمان استكمال المجلس. طبعا ان شاء الله. حلو. واستمراريته. كان عندكم اليوم شروط انتم تتكلمون فيها بالنسبه لموضوع خيطان، ان لا تقل عن 1200 وحده سكنيه تكون موجوده. عفوا، الخيطان هي كان في البدايه عشان الاخوان المواطنين حتى الصوره تكون واضحه. هي تثمنت. نعم. وكان النيه انها تباع في مزاد علني. حلو. واليوم تثمين للمنفعه العامه، المنفعه العامه ما يصير تبيعها في مزاد. فتمت من 2005 بحوزه وزاره الماليه. نعم. الرعايه السكنيه محتاجتها هي 1200 وحده سكنيه. فاليوم احنا اصدرنا قرارنا والان ننتظر يروح لمعالي الوزير المصادقه على المحضر. ويستلمون. جميل. رعاية. هل مهلهل الخالد محسوب على فئة معينة، وفي من يدعي انك مدعوم من التجار؟ الكلام قلت لك وايد، اليوم انا محسوب على الكويت. هو تشوف الكلام موجود وما يخلص. أي نعم. كلام الناس. أي نعم. وايد ما راح يخلص. نعم. نبي اليوم انت طبعا عندنا موجود اكيد بالحلقة علشان توضح امور نقدر نقول مخفية. انا مواطن كويتي واخدم الكويت. نعم. في موقع ساد محمد، اليوم عدم ظهورك في وسائل الإعلام، أنت مقل جدا في الظهور. نعم. يثبت هذه الاتهامات. أخوي العزيز، إحنا مجلس فني، يعني إحنا اليوم عندنا ستاند موجود، ولو مهلهل كل شوي بيطلع بالستاند ما خلى شيء حق إخوان الأعضاء. فلهم الحق هم اليوم، أنا مدام موجود على المنصة وهم يصرحون باللي أنجزوا هم، لأن مو أنا اللي أنجز. نعم. المجلس اللي قاعد ينجز. طيب اليوم القرارات اللي قاعد تصير مجلس البلدي خالص المجلس البلدي، ولا الحكومة لها رأي في هذا الموضوع كون في أعضاء معينين قبل الحكومة؟ لا طبعا
القرار احنا اليوم ناخذ يعني راي الجهاز البلديه ومع راينا، واذا ما توافقنا معاهم نرجع الموضوع. لكن المواضيع اللي تخدم المواطن هي قاعد نسجل فيها امانه. انزين، دائما المجلس يطلب انه يكون مستقل اداريا وماليا. نعم. وطبعا قاعد يتم رفض هالشيء، شنو السبب؟ امر غريب يعني، سعينا كذا مره في هذا الامر. احنا اليوم عندنا ميزانيه مع البلديه خاصه في مجلس بلدي، هم اليوم يعني كونا مراقبين عليهم. نعم. لازم يصير شوي. نعم. سفراتكم اللي قاعد للدول اللي قاعد تزورونها. نعم. على حسابكم؟ لا لا، حساب المجلس. احنا عندنا ميزانيه خاصه، باب معين موجود للمجلس. وبكل صراحة هذه الميزانية قاعد تكفيكم؟ تكفي؟ لا طبعا لا، لأن في بعض زيارات ما قاعد. طيب اليوم أنتم ليش ما لكم مطالبات أو طالبون في هذا الشيء بحكم الجهات الرسمية موجودة؟ اليوم لا، احنا اليوم كمطالبات نطالب. نعم. لكن واحنا نغر الميزانية يعني احنا نوافق عليها، تعرض علينا ونحط اشتراطاتنا بس ترفض وتغلص، يعني ما ناخذها كاملة. محمد، أنت عارف المبنى اللي أنتم فيه متى؟ طبعا مبنى التراثي. مبنى جديد موجود ان شاء الله، ان شاء الله على 2018 اذا الله احيانا باذن الله نتامل خير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. اذا بكل صراحه استاذ ابو محمد، ما وصلت لنا حتى القلم والورقه وهالامور هذه تشتغل؟ لا وصلت من حسابكم الخاص؟ لا وصلت خاص. حلو. اللي قاعد تتكلم فيه ترى موضوع كارثي. نعم. ما هو سهل. ممكن الناس اليوم تقول لك شنو ورقه وقلم وشيء بسيط. نعم. بس في دوله مثل الكويت. صحيح. يعني خيرنا واصل للدنيا كلها. نعم. نوصل الى مجلس بلدي انه يشتري على حسابه ورقه وقلم. هذا موضوع ترى ما هو سهل. طبعا. والله انا مصدوم صراحه بالكلام اللي قاعد اقوله، انه مجلس بلدي ورقه وقلم. حتى القهوه يا فيصل اتوقع. بعد قهوه الجاي بعد حسابكم؟ لا موجوده. هذه كارثه. طيب اليوم هناك ان هم اليوم اتهامات عليك وايد. ما دام انا هني يلا قول كل شيء. انت اليوم رئيس مجلس البلدي في درجه وزير. نعم. انت اول واحد؟ لا لا لا، كان في قبلي المحيلبي. نعم. 2005 رئيس مجلس بلدي بدرجه وزير. نعم. نعم. انت كنت مرشح انك تكون وزير. انا وزير حاليا. لا، وزير فعلي ماسك وزاره. ما صار. لم ترشح ولا مره؟ لا. ابتسامتك تقول انك مرشح. لا انا حاليا درجة وزير. انا ما اتكلم ما على تفرق ما اتكلم على الدرجة. انا قاعد اقول انت كنت مرشح. درجة وزير واحد ترى يعني. لا انا قاعد اتكلم على وزارة وزارة. لا ما صار شيء. لم تكن مرشح. لا. حلو استاذ محمد، ملف الاقضية الفاسدة وما ادراك ما هو، موضوع كبير وعلى قولة فيصل حكي كارثة فيه. الجهة المعنية بهذا الموضوع واللي مختصة بهذا الموضوع، هل هي نايمة على نفسها او ان هي ما عندها خبر ان قاعد تدش امور عندنا بالكويت غير صالحه للاستخدام الادمي؟ اختي العزيزه، خلينا نتكلم صراحه، اليوم ما يتطرقون للاغذيه الفاسده الا في قرب شهر رمضان الكريم. خلينا نتكلم صراحه، اليوم البلديه تفحص الاغذيه هذه كامله، ولكن سوء التخزين من الشركات هذا اللي يسبب الامر. والان حتى البلديه اليوم طلعت هيئه الغذاء، فهيئه الغذاء راح تمسك قطاعات كامله باخر السنه بشهر 12. حلو. ولكن هم البلديه معها بخبرتهم، بخبره المفتشين، لكن ما تجينا اغذيه من برا فاسده وتطوف. يعني في مختبرات وفي فحص. انا اعتقد من 10 ايام مدير عام بلديه طلع قرار بان الاغذيه تفحص كامله. ما اقطع كلامك الا بالخير، شلون ما قاعد تطوف وقاعد نشوف بالجرايد يعني بامور هي صجيه، مو تقول مثلا والله اشاعه، والله احد يبي يفبرك يعني. هذا امر هذا صار شبه يومي. شبه يومي احنا قاعد نشوفه. نعم. اليوم بعد الفحص الاغذيه ما فيها شيء سليمه، لكن تروح في المخازن وسوء التخزين هو اللي ياثر. شلون شلون يكون سوء التخزين؟ لكن البلديه اليوم لما تفحص الاغذيه ايضا قاعد تستمر وتراقب وتدخل محلات وتدخل الجمعيات. نعم. تشوف اللحوم موجوده. طيب انتم دوركم اذا بين على المنتج البلدي شنو دوركم في هذا الموضوع؟ احنا اللي ضبطنا لهم اللوائح. نعم. جهزنا اللوائح لهم والعقاب، يعني خلينا نتكلم صراحه اليوم بقانون البلديه العقاب يعني بسيط ترى، لكن وزاره التجاره هي توصل الى ابعاد والسجن. البلديه ما تقدر، البلديه اللهم تعطي مخالفه. ما انت بالنهايه محتاج الى قوانين جديده تشرعها عشان يكون العقاب اكثر صراحه. ايضا وزاره اليوم في هيئه غذاء ولها لوائحها كامله، لكن ما استلمت جميع مهامها. ولكن في اهم اقاويل ثانيه اليوم ان اغلبها تجار و
والتجار خط أحمر. لا لا مو صحيح. لا لا مصلحة المواطن اليوم والمقيم أبو محمد، اليوم إحنا المواطن قاعد يأكل غذية فاسدة، وين مصلحته؟ أنا قلت لك سوء تخزين، بعضهم اللي يشتري الصلاحية قبل تنتهي وإلى آخره. وكل يشتري يعني صلاحية من جمعية أو من سوق مركزي، من شنو ذنبه؟ طبعا لازم تتلاحظ بعد. أنا لاحظ ما لقاها شهر، إذا أنت هذا ليش ما يتحاسب؟ زين واللي ما يتحاسب ترى يدخلون عليهم ويخالفون، ترى له لين آخر يوم لحق يبيع لآخر يوم، لكن اليوم المواطن أو المقيم راح يأخذه ويخزنه. صح كلامك محمد، هو لازم أن الإنسان يشيك على كل شيء، مو بس نعم بالأكل نعم، يلاحظ التاريخ الإكسباير وهالأمور. إنزين في عندنا نكون صريحين، عندنا ناس في فئة المجتمع ما تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب، ما راح يجي في بالها، وبالذات نقدر نقول الأمهات الكبار بالسنة أكيد نوجه لهم تحية، ما راح تشيك وراء العلبة والله هذا الإكسباير. وصارت ويا وايد ناس إنه يشيك إنه لا الإكسباير باكر أو اليوم يكون، شلون هذه الأشياء موجودة بالجمعية؟ طبعًا اليوم البلدية إن كان سوق مركزي أو أيًا كان هي قاعد تتابع وتمهلهم أعتقد ويشيلون البضاعة، خاصة الفاكيوم والأمور مثل هذا تنشأ، لأن يخاف يفك التغليفة وهني تصير كارثة كبيرة. نعم طبعًا أستاذ أبو محمد الكلام وياك ما راح يخلص، وبنرجع بعد الفاصل عن موضوع الأدوار العالية. هذا موضوع شائك جدًا اللي صارت يعني حياة حق العزاء، أربع أدوار وخمس أدوار وكيف وأنت طالع، وقبل كنا دورين وبالحسرة. خلونا نطلع هذا الفاصل مشاهدينا ونرجع ويا أبو محمد. عودة لكم مشاهدينا مع رئيس المجلس البلدي الأستاذ مهلهل الخالد. أبو محمد الحين بنتكلم عن موضوع علو الأدوار والتجاوزات البناء، وين الدور الجهات الرسمية بهذا الموضوع؟ أول شيء أول كان في قانون 5/2005 في قصور أمانة، يعني كانوا المواطنين يأخذون حكم محكمة بإيصال تيار كهربائي، المحكمة تقول قطع التيار كهربائي من الجزء المخالف. اليوم الجزء المخالف حنا نرجع للاستثماري والتجاري يكون عدادات في الشغل، السكن الخاص كان عداد واحد. القانون الحالي خلاص اليوم فيه غرامة وقطع التيار كهربائي. القانون الحالي متى صدر؟ توحين 2016 بشهر 7 قانون 33 نعم. والبلدية اليوم اتجهت، يمكن قريته بالصحف، يمكن بدوا من الجهرة بسحب الكهرباء عن المنازل ومستمرين. الأحكام راح تطلع، ويمكن طلع حكم أنا قريته أمانة، غرامته 47,000 وإزالة الدور. إذا ليش من الجهرة، منطقة الجهرة كبش فدا يعني؟ لا لا بالعكس، ترى لأنها أول منطقة هم بدوا، لأن الشكاوي صارت أكثر الأمانة. ولكن مسطرة واحدة عند البلدية، أنا ما دافع عنهم لكن أقول حقيقة. والله شوف الكلام اللي قاعد يقول هذا يبشر بالخير، تخلي العالم يكون عندها أمل. أنا بنتقل معاك إلى موضوع هم بعد يخص المباني، وبحدد لك منطقة خيطان. اليوم في عوائل كويتيين ساكنين في المنطقة. نوقف البيوت أعطيناهم الأراضي؟ لا لا بكلمك ناس حي ما زالوا ساكنين في هذه المنطقة. نعم هذا بيتهم. نعم عزابية يمين عزابية يسار، شلون يتحركون؟ هل معقولة ما صار في التفات إلى هذول الناس؟ لا لا عفوا، السكن استثماري ولا سكن خاص؟ سكن خاص. سكن خاص يقدمون عند المختار طلب، وأمانة صارت في مناطق كثيرة سكن عزاب وإثباته دقيقتين. والله أشخاص أنا أعرفهم شخصياً أن حواليهم عزاب، كلهم عزاب. لا القطعة اللي مقابل النادي. أنا بس أنت خبرني، أعطني العنوان. خلاص أعطيك إياها بعد شيء، ورقم تليفونهم بعد. بس خلاص أنا أبشرهم خلاص موضوع بالحل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ هل نجحت البلدية في موضوع إخلاء العزاب من المناطق السكنية؟ بكل صراحة إحنا يعني ما قاعد نشوف أن البلدية نجحت بهذا الموضوع. لا الموضوع قاعد يزيد. لا لا هم يشيلونهم أمانة، بس لا يكون عوائل عزاب، بس الجيران يتقدمون عند المختار ويرفعون كتابهم وتطلع البلدية والكهرباء والتحقيقات دار تحقيقات على طول ياخذون كيبل شيء. انزين السالمية قطعة 12 عندك اكبر مثال. السالمية فيها تطوير قدام في مخطط الهيكلي الرابع للدولة راح يحلوا مشكلتها كاملة باذن الله. احنا دائما نسمع قريب. لا لا ان شاء الله. لا ان شاء الله موجود في 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 مخطط الهيكلي فعلا. ان شاء الله فعلا كلامك شوي يبشر يعني خير حق بعض الناس. هي جتنا المعاملة واحنا رجعناها لان خلوا قطعه 13 نبيها نعم كامله كان عليها تثمين طيب ابو محمد احنا اليوم باقي لكم تقريبا 6 اشهر نعم الى المجلس القادم، شنو التحضيرات والتجهيزات اللي ممكن تسوونها قبل لا ينتهي المجلس؟
كتحضيرات. أيوة. بالعكس شنو عندكم شيء جديد قاعد تجهز ولا احنا من بعد مشروع خيطان قطاع؟ لا احنا ما نجهز، احنا اليوم ما نجهز، احنا عندنا دراساتنا حلو وتعاوننا مع البلديه وجهات الحكوميه تقدم اللي يحتاجونه يقدمونه لنا. ممكن نشوفك وزير اذا ما كنت نائب في مجلس الامه باذن الله، نشوفك في وزير او لا؟ والله محمد ما زال مصر ترى يقول لك انا مرتبه وزير. لا هو انا اخدم الكويت في اي موقع. كذا سالته في اخر الحلقه. انا اخدم الكويت في اي موقع. ما اسمع. اخدم الكويت في اي موقع. ان شاء الله الكل يكون مثلك وشرواك يا استاذ محمد. محمد انتقل سياسيا شوي، نتكلم احنا ما تكلمنا سياسه. ما رايك في حاله البلد حاليا من اوضاع سياسيه؟ نتكلم اليوم على موضوع الجنسية والقانون اللي راح يذهب وتم رفضه، اللي حصل الضجة الأخيرة ما لها داعي. بالعربي يعطيك ما لها داعي. الناس تقول مع وناس مع ضد. اليوم كل من له وجهة نظر. نعم. تسألني أنا أنت مواطن يعني؟ لا تسألني تبي رأيي في الموضوع. يبي رأيك الموضوع. اللي حصل صحيح. شو اللي صحيح؟ يعني أنا معهم. نعم. أن الحق لحضرة صاحب السمو. هذا رأيك؟ نعم. يعني أنت تتبع مجموعة الثمانين؟ نعم. إنزين تتوقع وأيدهم بعد. تتوقع حل المجلس قريب إن شاء الله أو لا؟ إن شاء الله. ليش إن شاء الله؟ أي مجلس؟ المجلس الأمة؟ المجلس الأمة. على شنو ينحل؟ على الأمور اللي قاعدة تصير، المشاكل اللي قاعدة تحصل بين فترة وفترة. الجنسية فلان وعدت. طلع فلان دش فلان. الجنسية وعدت واستجواب سمو الرئيس أتوقع يصير في دمج وما في شيء. هو في حكم محكمة الدستورية 3-5 ما أعتقد. وفي استجواب 10-5 ما أعتقد المحكمة عندهم شيء. ما عندهم شيء. والاستجواب راح يحفظ الاستجواب خلاص. لا يمكن إذا سمو الرئيس يصعد المنصة. يعني أنا قريته يعني شو اللي فيه استجواب، وتكلم على استجواب اللي بعده حق مع الوزير ياسر أبول. نعم. ما في شيء. وبالنسبة لوزير الإسكان هو ما على شيء. هذا قاعد أقول يعني في المجالس السابقة كانوا بالسنة يعطونكم 300 أو يوزعون 350-360. وزير الإسكان مع مجلس الأمة 2013 اتفقوا يسلمون سنوي 12,000 وحدة سكنية. حلو. كان يكلمني يقول لي عجلونا، وفعلا كنا نعجل. يعني قبل إجازتنا بيوم كان عندنا جلسة يابونا مدينة أو جنوب سعد العبد الله، كانت 45,000 وحدة سكنية، وكنا نعلم بأن فيها عوائق، حتى وافقنا لهم وعطيناهم 5 سنوات لتعديل، كان إطارات وكان فيها دواجن وكان فيها أمور كثيرة. يمكن صار عندهم مشاكل وتأخروا، اطلبوا زيادة 5 كيلو. أعتقد كان سمو الرئيس في كوريا، أعتقد وقع مع شركة كورية وقالوا نسميها المدينة الذكية اللي هي. طيب محمد، هذا الموضوع اللي تكلمت دخلتنا فيه جدا موضوع شيق. يعني اليوم الناس تقول لك انا قاعد اشوف ارقام، بس على الواقع انا ما شفت شيء. اليوم حتى اللي قاعد تشوف الفتره الاخيره بعض المباني طلع فيها عيوب. اليوم العيوب اول شيء ما تعنينا احنا ولا تعني الرعايه. اليوم في مقاول، واعتقد يمكن ذاك اليوم وزير الاسكان فند وحال الشركات للنيابه، وعندهم كفالات يعني راح يصلحون هذه المنازل على حساب المقاول نفسه. إنزين القضية الإسكانية أصبحت مسيسة؟ لا يعني اليوم صار أو وزعنا بالأحرى 255,000 وحدة سكنية، والطلب الإسكاني كان 105 أو 106,000. لكن لازم عجل. اليوم إحنا رحنا مدينة أو مطلع، تبي بنية تحتية فيها مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة، و55 ألف وحدة سكنية. إذا خلصت المطلع يبقى عندك 50,000. صارت مدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبد الله. يعني عصفورة العدالة قالت لنا عن مدينة الحرير، شنو موضوع مدينة الحرير؟ مدينة الحرير من نبي بشرة حصرية حق الناس. مدينة الحرير يعني من 2005 يمكن. نعم. ولكن في سنة 2016 أعطيناهم موافقة بالبدء بمخططاتها، ان يرتبون المخططات وترجع. بس اليوم مدينة الحرير تحتاج قانون تجاري خاص فيها، يعني لا تدخل مع البلدية. خلنا أكون أنا واضح، لازم يكون لها قانون خاص. اليوم عندك ارتفاعات وعندك وعندك، إذا بتي على قوانيننا ما راح تكون هيئة تستلمها، هيئة مثل هيئة نقل هيئة. طيب محمد، أنا بنتقل معاك لموضوع الوزراء اللي كانوا أعضاء في المجلس البلدي. طبعا نتكلم أستاذ بطل صفر والأستاذ مساعد جلال الخرافي. نعم. كيف تشوف أدائهم؟
احنا قاعد نسير على ترتيباتهم وشغلهم. ما تحس ان تغيروا بعد حتى جو للوزارة؟ نعم. نفس الاداء قاعد يأدون؟ لا، الدكتور فاضل مسك البلدية اوكي في فترة. نعم اعتقد الاشغال. وشاد عادل، ابي استاذ عادل جلال الله بشكل عام، اي على أدائه يوم كان وزير. لا، عادل ما صار وزير، قصدي يوم انتقل لمجلس الامه. اي نعم، كعضو. كعضو عادل لليوم مقترحاته موجوده عندنا في المجلس البلدي. زين، بشكل عام هو... نعم، بشكل عام الوزراء كلهم، ابي رايك بصراحه باللي قاعدين يقدمونه بالمجلس او اللي قاعدين يقدمونه حق المواطن كوزراء. بالعكس، ونعم فيهم، يعني ادائهم. ما في قصور؟ نعم، ما في قصور. لا، يمكن في خطا يصححه، بس مو ملاحظ انك انت وايد متحفظ وما تبي تعطينا شيء. ودبلوماسي. لا، انا ما اقدر اقول شيء. يعني اليوم انا لو في شيء صحيح قلت لك اياه. لانك وزير ما نقدر نقول شيء، اكيد ما راح تقول شيء. لا، الغلط غلط، نقول غلط والصح صح، بالعكس. انزين، ليش نشوف المواطن يعني وايد يتشكى، مو بهالسنه ولا السنه اللي طافت ولا اللي قبلها، دائما يقول لما احنا نينا بنصوت ولا هو يقول لنا بيسوي لنا الدنيا جنه، عرفت؟ بعدين لما يصير الشخص يمسك المنصب ويقعد بالكرسي، شوف سبحان الله الجهاز مغلق او يتغير. هذه الكلمه دائما نسمعها من المواطن، وشكوى من المواطن. ليش يصوت له؟ ما هو لان يسمع امل، يسمع يعني نقدر نقول قاعد على قولة المصريين يتعلق باشياء. ايوه، وصل لك يا فيصل. مو كل ما يقال يعشمه، نقدر نقول يعشمه بالكويت. لا، مو الكل طبعا. ملك الأكيد. نعم. ملك. نعم. لا، والنعم طبعا. نعم. فيهم. نعم. كلهم. نعم. لكن في ناس ما تستحق تكون في المجلس، اللي عشمت وايد ناس وبعدين لما تكلمه يقول لك أنا ما هاجيتك. والله هو اللي هو اللي صوت يتحمل، يعني يحط العتب على المواطن. نعم، قراره هذا. يعني حط اللوم والعتب على الغلط يصير على المواطن. طبعا، لأنه هو اللي اختار صحيح. هو اللي اختار، إذا شكى منه ما اختار صحيح. نعم. أنا سعدنا في لقائك السالم. هل الله يحفظك إن شاء الله. كلمة أخيرة تحب تقولها؟ أحب أشكركم مرة ثانية. الله يحفظكم إن شاء الله، يبارك فيكم. بعد الفاصل مع جحا.